النهارده مارسيل كولر امبارح عمل مباراه وديه كانت مع فريق النجوم، وزي ما باكد لحضراتكم عدم تسجيل وعدم اذاعه اللقاء ده بناء على رؤيه فنيه من المدير الفني السويسري مارسيل كولر، هو صاحب القرار الاول والاخير في هذه الجزئيه. المباراه اتلعبت امبارح حوالي الساعه 6، الاهلي كسب بهدف مقابل لا شيء احرزه كهربا. تفاصيل اكتر عن المباراه، العناصر اللي دفع بيها مارسيل كولر، النهارده التدريب هيشتمل على ايه، هل في امكانيه لخوض مباراه ثانيه قبل مباراه فاركو ولا خلاص هو اكتفى بمباراه واحده بس؟ كل ده بالتاكيد هنعرفه دلوقتي من خلال زميلنا محمد توفيق المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. محمد مساء الخير، اخبارك؟ وعايز اطمن منك على الجديد والتفاصيل اللي سالتك عليها دلوقتي بخصوص استعداد الاهلي للمرحله اللي جايه. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. يعني زي ما انت قلت وذكرت، مجموعه من المباريات 9 مباريات تقريبا هنلعبهم في تقريبا اقل من شهر، مباراه صعبه جدا، ان شاء الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي وباذن الله ربنا وفقنا فيهم وحصد العلامه الكامله باذن الله رب العالمين والوصول لقمه الدوري الممتاز والحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي. كان محمد في هذا الاطار زي ما انت قلت استعدادات اكثر من رائعه هنا على قدم وساق داخل الاستاد مختار التتش بالجزيره. يمكن الفريق اتمرن على مدار الاسبوع الماضي بس كان يوم الخميس اجازه، يوم الجمعه الفريق استأنف تدريباته مره اخرى زي ما انت ذكرت بالامس كانت مباراه وديه امام فريق النجوم. يمكن الفريق مستر مارسيل كولر دفع بكل العناصر المتواجده من الفريق الاول خلال المباراه، وكمان كان في مجموعه من اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين شاركوا على فترات داخل المباراه ايضا. محمود عبد المنعم كهربا طبعا هو صاحب هدف المباراه الوحيد بالامس. النهارده كمان يا محمد يمكن اللاعبين موجودين من بدري جدا، التدريب هيبتدي الساعه 6 ولكن الجميع متواجد من بدري، اللاعبين اللي بيخش الجيم بيبقى فيه بعض الحاجات في العياده متابعه مع دكتور احمد جد الله رئيس الجهاز الطبي، كل دوت بيكون على طول موجود في التدريبات. مع بدايه التدريبات الساعه 6 بيكون كل اللاعبين والجهاز الفني موجودين في ارضيه الملعب. حالا كمان وانا معاك دلوقتي الجهاز المعاون مستر مارسيل كولر موجودين بقى في الملعب، بيحط الكوينز بالتقسيمات او المربعات الموجوده في ملعب التدريب، كل ده بيتم قبل التدريب بساعه تقريبا يا محمد، ومن بعدها على طول بيبقى رش الملعب مرتين تقريبا خاصه مع ارتفاع درجه الحراره، ولكن النهارده الحمد لله يمكن درجة الحرارة أحسن كتير من الأيام الماضية، ده يمكن إن شاء الله يساعد اللاعبين إن هم يعملوا كمان حصة تدريبية تكون عظيمة. برنامج بقى الفريق محمد لغاية مباراة فاركو، يمكن بكرة هيكون أجازة من التدريبات للفريق، من بعدها على طول هيبقى تدريب الفريق استمر مرة أخرى من الثلاث القادم، حتى طبعا السفر لمحافظة الإسكندرية يوم الخميس استعدادا لمباراة فاركو الجمعة بإذن الله رب العالمين. يمكن كمان اللاعبين الدوليين هيخوضوا مباراة غينيا بيساو بكرة إن شاء الله مع المنتخب الوطني، هيعودوا على طول في نفس اليوم ولكن مساء أو الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، هيكون طبعا مشاركتهم في التدريبات سواء يوم يعني مع عوده فريق التدريبات يوم الثلاث او التاجل للاربع هيكون حسب الاتفاق مع كابتن خالد بيبو مدير الكره بالفريق، على حسب طبعا عدد اللاعبين اللي هيشاركوا بشكل اساسي مع الفريق او كمان موعد عودتهم للقاهره باذن الله رب العالمين. ولكن الفريق بالكامل غدا اجازه من التدريبات وباذن الله يستأنف تدريباته الثلاثاء الاربعاء الخميس هنا في ملعب مختار التتش بالجزيره، ومن بعدها على طول السفر لمدينه برج العرب استعدادا لمباراه فاركو ان شاء الله المقرر ليها الجمعه المقبل. دكتور احمد جبلة كمان رئيس الجهاز الطبي بالفريق اتكلمت معاه عن وسام ابو علي، قال لي انا متواصل معاه بشكل مستمر ومع الجهاز الطبي للمنتخب الفلسطيني، قال لي يمكن حالا دلوقتي وسام بيعمل في احد طبعا المراكز الكبرى هناك في قطر مقر معسكر الفريق اشعه، يعني بيقول لي بعض يعني دقائق نص ساعه بالكثير هيبقى فيه ان شاء الله بالتقرير الخاص بالاشعه وكمان صور الاشعاعات للمتابعه على طول. يمكن طبعا يا محمد كان دكتور احمد جبلة اطمن من الجهاز الطبي للفريق الفلسطيني او منتخب فلسطين وقال طبعا ان هو التهاب في الكاحل وكادمه في مشط القدم، ان شاء الله تكون الامور بسيطه ويكون وسام موجود مع الفريق في اقرب وقت ممكن. كمان علي معلول بيسير بشكل اكثر من رائع في برنامجه التاهيلي داخل الجيم الخاص باللاعبين داخل النادي الاهلي هنا بالجزيره، كل اجواء رائعه محمد، كل الناس مصممه على ان شاء الله المباراه القادمه في او التسع مباريات القادمه في الدوري الممتاز يكون هدف واحد بس وهو الفوز وباذن الله التربع على قمه الدوري العام. ان شاء الله اللاعبين الموجودين مع اللاعبين الدوليين وعودتهم باذن الله يكون الفريق مكتمل، وباذن الله يوم ماتش فاركو يكون الظهور الاول محليا لان بطل افريقيا، وباذن الله يكون ظهور اكثر من رائع. طيب توفيق، ارجع لجزئيه وسام، وانت قلت خبر دلوقتي مهم جدا ان الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين في قطر قبل السفر لاستراليا عشان عندهم مباراه مع استراليا بيجري اشعه اخرى لوسام ابو علي، وكان الجهاز الطبي برئاسه الدكتور احمد جاب الله من يومين كان اعلن ان التشخيص المبدئي التواء في كاحل القدم وكدمه في مشط القدم. هل دكتور احمد جاب الله نصح او هناك نصيحه ان كان ينتظر يومين بعد التشخيص المبدئي ان يتم اجراء اشعه النهارده للتاكد من التشخيص المبدئي، وهل هو يشعر يعني ان ممكن تكون الاصابه اخف وطأة لما تطلع نتيجه الاشعه من التشخيص المبدئي، ولا هو شايف الظروف هناك؟
بالفعل يا محمد، انت عارف طبعا يعني الاصابه يعني اصابتين تقريبا في بعض، التواء في الكاحل وقدمه قويه في مشط القدم، ده طبعا بيبقى فيه تورم شويه في رجل اللاعب، فانت عارف لما يمر فتره زمنيه عليها بيبقى الورم خف شويه، استجابه اللاعب نفسه للعلاج الطبيعي بتبقى الدنيا احسن، بيبقى الاشعه نفسها نتيجتها بتبان احسن، ويبقى يعني في قطع بالظبط في التشخيص للكدمه او للاصابه الموجوده في قدم اللاعب. وكمان انت بتتكلم هناك في واحد من اكبر يعني المراكز في العالم سواء للتاهيل او العلاج الطبيعي، فاعتقد انها هتبقى النتيجه يعني زي ما بنقول هتبقى بشكل قاطع جدا. دكتور احمد ابو عبله قال لي يعني، على دكتور احمد جاب الله عفوا، قال لي ان هو مستمر في التواصل على طول مع الجهاز الطبي للمنتخب ومع وسام كمان، وان شاء الله يعني تبقى بسيطه، وطبعا في الغالب او بنسبه كبيره جدا بشكل قاطع يعني وسام مش هيسافر مع المنتخب الفلسطيني لمباراه استراليا، ولكن هيبقى في قطر ومن بعدها على طول هيجي يكمل هنا علاجه داخل النادي الاهلي بالتواصل طبعا والتنسيق مع دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي. ولكن حابب اطمنك ان شاء الله الامور تكون بسيطه، وباذن الله وسام يكون قريبا مع الفريق، وباذن الله يكون الفريق مكتمل مع بدايه الدوري ومباراه الفريق باذن الله رب العالمين. طيب سؤال اخير يا توفيق، المباراه الوديه بالامس ابرز العناصر اللي تم تصعيدها من قطاع الناشئين للمشاركه مع الفريق الاول، يعني الابرز مين اللي شارك مين؟ انا عارف ان تشكيل الشوط الاول كان كله من التشكيله الاساسيه والفريق الاساسي دون اضافه اي لاعب من قطاع الناشئين، هل كولر دفع بلاعبين اخرين في الشوط الثاني؟ يمكن حتى المراكز كانت مختلفه في تشكيله الفريق بالنسبه لبعض اللعيبه، ولكن بالنسبه لقطاع الناشئين فريق الامل اللعيبه اللي اتصعدت من 2003 2005 هل تم الدفع بهم في الشوط الثاني؟ ولو عندك اسماء الابرز يعني اللي شارك. بالفعل يا محمد زي ما قلت لك كل اللاعبين الموجودين من الفريق الاول تقريبا 16 لاعب كلهم شاركوا في المباراه طبعا على فترات، وطبعا اطمن مستر مارسيل كولر على بعض اللاعبين المصعدين من فريق الامل زي ما ذكرنا في التدريبات خلال الاسبوع الماضي. ولكن طبعا انت شايف مستر مارسيل كولر كان قافل التدريب بشكل كامل، حتى يعني كان الموقع الرسمي او قناه النادي الاهلي ما كانوش موجودين اثناء المباراه، طبعا ان هو عايز يشوف حاجات معينه وفرص سريه بشكل معين، وطبعا يعني صميم عمله، وطبعا احنا بنحترم ده بشكل كبير جدا. ولكن ابرز الاسماء اللي موجوده هي نفس الاسماء اللي كانت موجوده الفتره الاخيره محمد، يمكن احمد عبدين، ابراهيم عبد الحكيم، المجموعه الموجوده سواء من 2005 او 2003 دي ابرز الاسماء اللي كانت موجوده في التدريبات. لكن طبعا يعني التفاصيل نفسها زي ما بقول لك كان مستر مارسيل كولر فرض عليها سريه تامه، بحيث ان هو كان عايز يشوف بعض العناصر سواء من الفريق الاول او كمان من قطاع الناشئين، ولكن اعتقد ان هو راضي جدا عن التجربه امبارح، وان اللاعبين كلهم كانوا حريصين على يعني نيل ثقه مستر مارسيل كولر ان هم يكونوا موجودين في الفتره الجايه ان شاء الله مع الفريق الاول، سواء من العناصر الاساسيه او العناصر الفريق الاول او كمان من العناصر الصاعده من قطاع الناشئين في النادي الاهلي باذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات قبل انطلاق تدريب الاهلي، لان بكره كمان الفريق هيبقى اجازه وتدريبات ثلاث ايام قبل الاستعداد والسفر لاسكندريه لخوض مواجهه فاركو يوم الجمعه اللي جاي. نخرج الى فاصل ثم نواصل.